المباراة الأولى، رشيد متلوتي ضد إلياس بعقليني بوزن 110 كيلوغرامات. نحن على موعد مع الأوزان الثقيلة، نحن مع موعد دائم مع الأوزان الثقيلة عمار، خاصة بعد البطولة الأخيرة. الآن نعود بهذا الوزن اللي دائما يمتعنا ودائما يقول لنا كلمتين: ضربة قاضية. إلياس صار 3 سنوات يدرب المصارعة والبي جي جي، ونشوف محمد ان اللاعب اللي ماشي معاه محمد كركي بطل هذا الوزن، بطل هذا الوزن، بطل وزن 93. نعم، وزن 93 كيلوغرام. ولاعب الياس بعليني مثل ما يسمي نفسه انه هو مشكلجي من هو صغير بالمدرسه، اضافه انه هو من اي فريق محمد؟ فريق شوغل. فريق طبعا شفنا في الموسم الاول من ديزرت فورس، فريق لا كلمة كبيرة في الوطن العربي عمار. أكيد قدم أبطال، قدم محمد فخر الدين اللي راح يلعب إن شاء الله في البطولة الجاية مع محمد فخر الدين مع هاشم أرخاخ. هذا هو اللاعب المغربي رشيد متلوتي، لاعب أيضا متمكن بالملاكمة عمار، خاصة الملاكمة الإنجليزية، الستايل الإنجليزي. صحيح محمد، اللاعب رشيد متلوتي عمره 27 سنة، طوله 195 سنتي، يسميه أصدقائه بالمجنون محمد، لأنه دائما قبل أي بطولة يحب يتدرب أكثر من مرتين ثلاثة. تنقل من صغره من البوكسينج والتاي بوكسينج حتى انتقل إلى الملاكمة، ويعتقد هو أن الام ام اي تناسب أكثر لأنها هي خليط بين الرياضات، وهو يركز بتدريباته على القوة العضلية الانفجارية، لأنه دائما مثل ما هو معروف محمد وأنت أدرى أن الأوزان الثقيلة يعتمد على قوة الضربة. رشيد يعتمد على سرعة تحركه حتى يفاجئ خصمه. هو مثل ما قلت لك محمد، هو مثل ما قال عن نفسه أن يحب يعني يتحرك سريع حتى يفاجئ خصمه. هو طبعا من المغرب، رشيد متلوتي طبعا من المغرب بس مقيم في فرنسا. ونحب نضيف أن إلياس بعقليني عمره أيضا 27 سنة، طوله 191 سنة. في الركن الأزرق بطول 1.91 سنتيمتر ووزن 110 كيلوغرام من لبنان، إلياس بعقليني. في الركن الأحمر بطول 1.95 سنتيمتر ووزن 116 كيلوغرام من المغرب، رشيد متلوتي. But take yourself at all time. We'll be my command at all time. If you want to touch love, do it now. I'll go back to your corner. Thank you. إذن رشيد متلوتي هو صاحب الشورت الأسود، وإلياس بعقليني صاحب الشورت الأبيض. نشوف المباراة راح يكون فيها جس نبض ولا تدخل المباراة، بس أظن راح مستقيمة. أوه، ركلة حلوة كانت يمنى من إلياس، ثانية أيضا. طبعا إلياس لعب بالديزرت فورس من أول، بس تعرض لإصابة بالكتف محمد. أوه، ويعود الآن. قوية الركلة. اوه شوف ليفل تشينج على طول، حاولت اسقاط جميله. نعم، من الياس نزل على طول مضاده اسقاط. 3 سنوات يدرب الجوجوتسو الان الياس بعقليني، يقول عن نفسه محمد. ويعني تيم شوغن ايضا في لعيبه مثل ما تكلمت محمد كركي، يعني وصل الى البطوله بهالطريقه بمهارات الجوجوتسو، بمهارات القتال الارضي. محمد، نحب نبث للجمهور خبر انه راح تكون هناك ان شاء الله في 4/11 على قناه الام بي سي اكشن برنامج جديد، اللي هو برنامج ديزرت فورس الاكاديميه. نعم، شيء ممتع، راح يكون عباره عن حلقات متعدده محمد. نعم، من البرامج الواقعيه اللي ينتظرها جمهور الفنون القتاليه المختلطه بفارغ الصبر، جمهور فريد من نوعه في الوطن العربي. ومحمد انا شفت جزء منه هناك، يعني الاخراج والانتاج جميل. الله 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 يا محمد، ما خلونا نكمل على الاكاديميه يا محمد. كل لكمه عن 1000 لكمه في الوزن. طبعا الوزن الثقيل، وزن الثقيل محمد 110 كيلوغرام. الياس بعقليني ما شاء الله يعني يسيل بلكمات على وجه رشيد متلوتي، في وضعيه سيئه رشيد متلوتي محمد. برافو برافو الياس، يلا لان الياس اسقط رشيد
كانت مفاجأة بالنسبة لنا اسقاط الياس بعقليني رشيد على الارض، ولكن هذه ممكن تكون بفضل محمد كركي والشباب اللي في شوغان تيم. ونوعية محمد اللعيبة اللي في ديزرت فورس الأكاديمية راح يكون يعني شيء جميل، حلقات رائعة. ضربات الكوع متتالية قوية من بعقليني، قوية من بعقليني، يجب على إلياس بعقليني يتوهج. بعقليني يتوهج على رشيد. هل يوقف الحكم المباراة؟ في أي لحظة قد يوقف الحكم المباراة؟ يوقف الحكم المباراة، يوقف الحكم المباراة، يفوز على رشيد متلوثي في الضربة الفنية القاضية. تيم شوغان يفعلها من جديد ويطل علينا ببطل آخر في وزن آخر عمار، اللي هو الياس بعقليني. وكان شفنا اعتراض من رشيد متلوثي. أعزائي المشاهدين، رياضة الفنون القتال المختلطة أو الـMMA يجب عليك أن لا تكون في حالة دفاع مثل ما شوف 100% ما في أي هجوم. إذا كنت تتعرض إلى ضربات ضربة وراء ضربة وأنت ما تعمل أي شيء، الحكم يوقف المباراة. هذه لو تحسب كم لكمة عادي وصلت 50 لكمة. شوف أعزائي المشاهدين، هنا يجب على الحكم يوقف المباراة. ممكن اللاعب يستطيع التحمل، لكن يجب عليك أن تكون في هجوم، ليس فقط دفاع 100%. بعد إيقاف الحكم، الفائز هو إلياس بعقليني.